بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم ونكسن دعوة ضيال كسر دواء هذا برنامج كأنه حقيقي حقيقة SSTV يا تشيكتشيكا كيبل برنامج كسيد عادي جاهد برئيل كعصو إلى شو جبر بركي بديح نفديا أيه إنه جوسو قد بيورك وجودن بيه جودهام بصومالي ذا إيه ولبا عالم كأنت سكالة وحي أنو كجارنو سر دواء كعصو هذا ما شفت نور مندوه وياه أنكو بالله بق نكاس إيو صومالي أما كونفورت الصومالية محقودن بيه مانت وحان حقا جلمد سلا جلمد هي ونقطتي صوص كوباد ورك الصومالي ده ما انت ميل ولبا ما انت كلي ما هي مروبا مروبا فرصة سنة كي هذا الماضي سنة كعصونا حمد إن أكون بلعب طيبة جلمد ورك هذا يا حسر ذا هوليتها إنك استولي أدمود إنك دولد أهل سنة إن خلاف كودي لحلي وشيء زجرين هذا لما أنا مدوي توحصاب بحولنا ومن مدوجرو انت انا حاف وقد قالين حربا انا حالدي ودن بي قلمدو ان فيرنو ما لو تري زارو وكيتغي زارو ما كتي و خو كلا هادلي حلباند اهل السنه او كدي ملي غدغا دورشوينكا اي شروطو سو بندغين اهل السنه اي دهن شروطاس انا ما خصيان حلباند انا سان دولدو كو هشيناي وان سو خولاي ساس بان و خو لو ان سخنيا تا دور عقبات با كانتي عقبات ده غدغا دورشدا اي شروطي هور دغين او ان ما أيسن راعين قلمة ذوي كانت عقبات كانت لانك أضيارشي لقنك أي مرت بيني أي مثل لين حلب عن هذا لانك هذا وجعنا عبش وذي أو أنكو قرصنا قابك إلى صنع أسرح شنا حاوي وي كانت أيضا عقبات هذا تأكد وكيل زوزارو تجري زارو مركو تجري إلى صنع وحال لجلها ذي إن أي حلب عن هذا أي صح لين أي عريان وكو عصب الصحراء بيلون أكو قناع سينهم تاجب أهم بويدين مركي دين رجل وزارو وحكو قصبا على إن باله وكعصدة إن مارتي قابك أي إهرسون أصو حلين حلمها بارلمانك إيه اللي باتنك إن مارتي أي ساكو أقبلان وأي تنازلان تسالهان باشا وقب بدن عبشة جديدة باشا عير باهيد وحلمان قال أي كم غرايين حلوان باشا سنة وحي أتنازو شيء هذا الكيري دوزارة إن ما رتي سي لو دادر قليل اسمها قلم بذوك إن أي تنازولان ساسنا أكو أقبلان حلوان نذي سيدي بالو أقبل أمرك سوكر وحجي بالك لاتي ولواتن كاسي حلوان يغن أي كي مادين لكن عبشة يغن ما رتي موجيني كوي يغن وحلو قنعي إن أي مرتي ساكو أقبلان لكن ولو حجرة من مدو يمقد باجرة ما أنت محمد شاكر وها ماذا حكومة قلمدوك وحلبانا دي أقود بيه قدوك دور شوينك قدوك ينوي كاغبالان سيداس مركة ما دام حلبانا دا قلمدوك قدهان أيهين ستيتان ياساقال لباتن حلبان أما لباتن كي حلبان لقوله شي إهل السنة وحلو قد بيه قدوك دور شوينك كواسي ويكو دايان وحاهاري مركة لحدين ياساقال حلبان وكالات وطبعان يغان مارتي بيلاها كالات قلمدوك دغا حلبانا دي أي كل هايين يبالك حلوانا دي متلي يحبنه بحريك وانا وحانفلي ان اذيقا مارتي كل مالماسا صعودة لصواب برقيدون لكن كواسو حاكوه الرئي مركور ان لصواح رأي اضياشي صوحو اللا بارلمان كاسي اضياشا مكا لصواحو اللا صواحو ميستيرو باكدب حوي حبنه يبالك عدي متليسي bay soo xareenay kadibna cidii markaas u mataleysa ee loo arko aqoon ahaan iyo khibrad ahaan iyo maartu way aragnima ahaan in ay ka soo bixi karaan xilka beerka soo xulnaysa saas baa lagu soo xareenay xilibanada xilibanada markii la soo xareeyay kadib baarlamaanka gudoomiye baa la dooranayaa ku xigeenkiisa la dooranayaa markii inta la doorto kadib waxaa lagu gudagalayaa doorashadii madaxweynaha ee iyo maartu ku xigeenkiisa inta markaan ugu gudubno arrimaha hadda galmudu xayaabaha halka doorashanka la xiriira waxaan aadna xaf حاف أو مدة مصنع كدي مركي ومقدشي مادي دولة هالشيء سولا قاله أولي مركي جودي دور شوين كهدا مامور كل سيا كلمة ذو مركي دولة ما قاعدة يسوي مارتي كل راعي ما دام إيرسون أو مارتي يسوي كسور جدا باشلي وحى وكده جي قال كعي مركي حمد دا إنه ما صدق الله قاله مال أذك ما أجرنا هي هالو إلا إن روس مرة ما تذكره إيرسون يا دولة دي هالشيء أشوفه marka sidii hadda ka hor loo ceyriyo galatay ama u baqdo kaloo ka cabsado hadda halka ay gaalkacay waxa weeyu ka tooray ma garanay marka xulufi iyo adigu waxba meelaha ka sameystay ma garanay deen iyo dowladdu iska dhaxseen waxba meey adawada la galay ma garanay adu xafalkaas ka dagay halka ma gudan shalay tamar uu ka dagay diyaaradii wuxuu qabtay wasaxafada soo saaray wasaxafadkaas wuxuu ku sheegay markii hore in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu wakiishay in maamul ay u sameeyso garmudug تي وحوشة يا مركي إنه كلابتي
oo wakaalashadii uu wakaashid wasaaradda arrimaha gudaha in maamul ay sameeyso Galmudug inuu ka laabtay muxuu kaga laabtay waxyaabo marka asaga uu soo bandhigay waxa kamid ah cadaalad darrada sida uu sheegay lagu sameeyay ee Galmudug odayaashi 44 ahaa ee 2015 baarlamaanka Galmudug soo xulay oo waxa weeye laga talaabsaday odayaasha hadda dawladda ay baarlamaanka dooranayaan ay yihiin kuwa dawladda federaalka ay waato kuwii hore ee laga talaabsaday xaq u lahaa sida uu sheegayo gudiga doorashooyinka oo uu sheegay aan madax banaaneen oo dawladda federaalka madaxeeda la shaqeynaya haa madax banaanidii odayaasha Galmudug ay ku soo dooran lahayn xildhibaanada madaxweynaha baarlamaanka Galmudug ay yeelanayso waxa weeye oo lagu xadgudbay waxyaabo aad u fara badan oo noocaas oo kale ah oo markaas isaga uu arko in aysan munaasab ahayn oo uu ka soo horjeedo baa wuxuu yiri yaan ku diiday arintaasi waxaana hadda kalsoonida kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha qaabkii wuxuu wado gudiga doorashooyinka oo markii hore isagu dabcan dawladda markii magacaawday uu soo dhaweeyey oo maartay dawladda federaalka madaxeed oo ku raacsanaa intaa markaan arkay iyo in kale uu ku daray wuxuu yiri waxaan go'aansaday in gabi ahaanba dhammaan wasiiradii iyo maartay howlwadeenadii dowladdii ama maamul goboleedka madaxda aan ahaa Galmudug in xafiisyadooda ay ku laabtaan oo shaqooda halkaas ka bilaabaan 15 bishan waaye oo aan ku guda jirno maanta 3 Janaayo 2019 25 bishan aan ku guda jiro lafteeda wuxuu iclaamiyey in shirweyne aad u ballaaran xasaasi ah la isugu imanayo reer Galmudug oo dhan ay isugu imanayaan sidoo kale wuxuu sheegay dowladdu inaysan kala tashan hawlaha ay wado saamiyadii siyaasadda iyo dhammaan dadkii xaq u lahaa ee maaragtay marjac u ahaa arinta maamul sameynta Galmudug marka waxaan moodaa arinta Galmudug san hore marar badan uga dhawaajinay markii meel la guntaba in meel suurqin haysi sidee baa waydiiye marka horey waxaad u sheegtay ama aynu u rumaysnayn in Galmudug ay ku loolamayaan ahlus sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya ma la isoran karaa meesha waxaa ku loolamaya laba garab oo Galmudug oo ahlus sunna iyo maaragtay garabka xaafa maadaama markii dowladdii dhexe ay xaaf la heshiisanay ahlus sunna dudayso markii ahlus sunna la heshiiyeen oo xaaf duday horta markii si guud loo eego dadka ku loolamaya Galmudug aad bay fara badan yihiin aad bay badan yihiin lama tirin karo laakiin markaan si kooban u eegno saddex dhinac baa ku loolamaya mid waa dowladda federaalka midna waa xaaf midna waa ahlus sunna xaaf yaa la socda xaaf ilaa ay hadda wax la socda waa la garan laayay laakiin inkastoo uu maamul ahaa waxaad moodaysay ahlus sunna inay ka awood badnayd camay iyo ninkii kale ahaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo la socdaan iyagu guddoomiyihii baarlamaanka iyo xaaf mar horeba isku dhaceen carabeyna horta waxyaalaba isu daasan markaasmagarab afraad ba mise ahlus sunna la jiraan ma dowladay la jiraan ma dowladay la jiraan ahlus sunna lama jiraan marka iyaguna waa garab laakiin kolba dowladda ay la jiraan kolba garabkii dowladda la heshiiya xaaf marka dhowr arrimood baa ku dhacday marka iyaga automatically dowladda ka wakiila haa madcaada uu ku shaqeyn waayay oo raggii maartay ama ku xigankiisii ama guddoomiyihii baarlamaanka ahaa iyo waxba maartay ee waxa weeye ee khilaaf ka dhaxdhashay markii ahlus sunna ay heshiiyeen waa kii dhuusamareebtay way dhuusamareeb xaruntii maamul goboleedka Galmudug waa tii laga dhigay way dhuusamareebna waxa weeye waa kii markii isaga iyo dowladda federaalka is khilaafeen ahlus sunna ay ka hoos baxeen oo heshiiskii isaga iyo ahlus sunna u dhexeeyey waxba aysan ka soo naasacdaanin waa kii cararay ee cadaadii xagga u cararay cadaadii markuu tagay kadib waa kii dowladda la hadlay waa kii muqdisho tagay muqdisho hadda ugu horreysa waa markiisi ugu horreysay muqdisho safar uu uga baxa wey oo Galmudug ku tagayo safarkiina gaalkacay ugu tagay marka waxaan wadaa safarka inuu ka leexiyey meeshii dowladda federaalka iyo ahlus sunna ay joogeen maadaama ciidan farbano dowladda ay joogto meeshaas uusan suuragal u ahaan karin in uu dowladdii kasoo horjeesto oo maaragtay go'aanka hadda uu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqi karin haddii uu dhuusmareeb tagi lahaa waayo dowladdu waa gacanta si xoogan uga haysa ahlus sunnana awood farbano ay lahayd marka ma la soo xidhlaado halkan adugu yaraan kulley korontadii biyaha in loo goosa laga yaaba haddii markii xoogaa xiniyaal la qabtay la yar tutuujiya marka dambe waa is soo dhiibi lahaa si marka hore ku dhacday marka xaaf xaggan iyo gaalkacay dabcan wuxuu ka doonay
عبسو مكا دولد يهلوسونا دانك هوضا او اسبحيساد دو سمرية فردقو ديهي وكاقبي وآذي عدا دانا ما آذي كرو ايدانا خلاف كي رقي إساقا كيهو سيي يقدومي بارلمانك با ايغانا سلقو طاو ما آذي كرا سامينا رقاسا كل مدام مدو إساقو سن عدا جوغنا مقدشو او جوغ مركا ومركي اللباد حاف ولو ملين حيك انو كتغي حوا يو صالة بك علي يوي وصالنا لعب وقلبا ومودهون واي كان وحدهم دولد دي وحنا قلبي وزلده وعيني وعيني شقاوة بالاوانا حفيسه وصلا عبتاني وحنا قلبي وزلده الحاضر كان مركا واسقون مركا وحد رميسا ما ملك إساقا مدحوينها وكاها وزيرة لها إن بضانا كامي ذا إنا كلا داسيهين وإي بايرا هزكيهين مركا إرايدي سكرة عدان سكرة مركا أولي هاي شاري طوانكا بيشا وعيني حفيسه باي شاق بالاوانا مركا شاق بضانا عادي هو ما ملكيسي هو ذي إنو سجل ما دريميسا مركا أولي معناها شان لو عطان شان توان كبشان وإن قولي وزير هذا يا مارتي رمان حفيز هذا يا شقيه حبنيه ما ملقولات كم ذا وإن حفيز هذا يكون لابتان ويشتغل وتان مركا محمد ده أنت قل مذوق مربى مركي الله يسله وين هيك وين دقق ذا ما ولا الله سميه إنه حاول يأيمل وحكب حسنا يا أيمل أكفر نيسو قانك حاف كل سامين بويالن هي لكن لم أقو يعني أنت أول كان دون مركو حنسوق إن قانك الدولة ده كسب بحية قابك استغنى إذا استغنى هذا مركو رمدا إهلسون الوجه ذي إن حد دول الحلية أو إهلسون إن بدن تبشود واحد الحلية مركي إهلسون وحوي هذا الحلية الدولة دي استلمامه كهلسو حاف دورها كده واقع مركو وحنا قلنا إذا هذا حاف إن إرجع الله دراء الله لفر يستوى هذا هوشي اللي جد قاله سل الله حلية تبشود دي مارتي وحلا وقفته مركو وحقا وحم موجنا يا إنه نولي هاي حد حاف وولي هو فرق فرق غيره وولي أولي أولي يا هذا الكرام وولي السامين وولي هاي بولي وحوي تصي يا دولد مركا أنا جانا وحوي وين جوعي هرسون وحنا وحلاسين أنا جانا هلا أرك مركا وح حقا وحد رميسا حاف سامينتي وربي ما مخلق ليش أيو إنه كواي اللي بعنا هدا هان الله يمارت هدا هان الله يحوي عدود كرتبه هذا بول ما صنده مختار روبو مختار طبعا لو بدي يكون يستخدمك وجد دولة الصومالية أحدي إلا يحدى ومضشوك حريه تتكقارو حيلين حبسي جري ويا ومحتويه ذا مال كم ذا الجري كجرا لكن إلا يحدى تتك إهل كها يومرك تتك حزب جيس أمني وعدالة كم ذا ضرب ضي أركان ولودي ذي سيدا اي وراركو شاقيان قدوميا بارلمانك اي لو تغي داد باقود تغي اهل كيسا اي حزب كيسا ساي اصو اركان لكن ولو ديدي إلا شاري باكو شدح حايد ما انتا مو اوغين كله لكن مدد شاري سدح كواهيد انتظر باكا سوامي باليجي مركا هاد السنة دي بلوح رأي مركا باشي سا اي مارتا حزب كيسا اي كوا اسم دل دونا هاي تنازولي دورا شدي اي مارتا حبنا كسعود ايقاد باسو ديني سو دايان لكن وا لغا ديدي الا سو دايان لكن dowlad waxa balan qaaday baa leeyay in igaad oo kala tahay kala shaqeynayso in magdhow ama diyal la siiyo dadkii lagu dilay xilligi isaga marta la soo xiray mudaharaadkii baydhaba ka dhacay laakiin siideen waxa la warkeed inuu san jiray marka wari waxa mooda muranka arinta robo inuu taagan yahay dad badan ay isku dayayaan in ay soo daayaan ama la siidaayo laakiin awoodoodu ma ahan mid meel dheer gaarayso waxood waa un dalab in dowladu ay kala hadlaan in la siidaayo mid kamid aha dadka maartay ay isku ehelka yihiin robo oo lagu magacaabo nuno wuxuu yiri madaxweyne farmaajo iyo afduuban yahay robo oo mansuur wuxuuna ku xiran yahay madaxweynada dhexdeeda marka waxa mada wali arinta robo oo mansuur inay taagan tahay wax xalow laga gaaray ma muuqdo wax dhaw oo mustaqbalka inuu xabsi ka soo bixi doonana ma muuqato marka waxa mada wuxuuga in laga dhursugo doono xilliga doorashada tii farmaajo ay soo kordhin doonta marka inuu cuntada ka soo والله ده كلي غريب ما هن قف محبوس وحبس كجرا إنه عندك الصومو مرة بضم بي عارف كده عادي صومالي لكن أنت بضم ويكو يرتهي لكن ما كان صومالي مرحلات ده تتك مارت كحر المارت مارت سيدة عالمية عالمية سيدة جوانتنا ما بيو كلا تتك نرير فلسطين وحر يهود وكلا تيا مرة بضم عندك ده كصومة لكن صومالي وحمد ده أنا يكو عصبت هاي qof inuu cuntada ka soo marka waxa wax laga yaabaa in ay keento in dib loo eego xaaladiisa iyo maartay sideentisa laakiin ma muuqato sida hadda jawiga Soomaaliya iyo xaaladda marka la fiiriyo ma muuqato saansaan aha in robo la siidaayo waayo maadaama isaga oo
هؤلاء الجحيم سمارت كؤادتنا ودول دي سوديبي وسقوا مارت دتك عفت عن كذا البنين وهؤلاء وكجري يوحب بدن دت بدن ودي أمسن إن دتك هذا أولي oo maartay dad badan iyo dawladda iyo maartay caalamka meel badan loo aqoonsan yahay inuu urur argixisa ka tirsanaa inuu madaxtinimada soo istaago ayaa ahayd waxyaabaha keenay in xabsiga la dhigo haddana saameyn buu lahaa dawladdu waxay artay in ninkan hadii doorashada ay dhacdo koonfur galbeed uu noqonayo qofka waxa weeye boqolkiiba waxa weeye 80 ama 90 ku soo bixi kara marka aad badan sababta sakanta in loo xiro mana muuqato saansana in xilli dhow xabsiga ka soo baxo